ولسه بنكمل مع حضراتكم في فقراتنا النهارده في نهارك سعيد. وخلونا نبعد عن المرأة، ولسه هنبتدي نتكلم عن المرأة ويوم المرأة العالمي في بقية فقراتنا النهارده. بس تعالوا كده نبص على أهم الأحداث اللي بتشغل الشارع المصري واللي بتشغلنا كلنا. انتخابات الرئاسة، اللجنة التأسيسية للدستور، إيه أهم البنود اللي هتبقى موجودة فيها؟ هل فصيل معين هو اللي هيبقى مسيطر على الدستور وهيعمل الدستور على مزاجه؟ كل التفاصيل دي هنتكلم فيها مع ضيفنا الإعلامي والكاتب الأستاذ شريف الشباشي. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد، اهلا وسهلا. خلينا نبتدي كده يا فندم مع حضرتك بالرئيس الجمهوريه القادم. واحنا كل يوم بنسمع اسم مرشح جديد، ويمكن بقول لحضرتك ان امبارح كان على الانترنت حد مجمع كده اسامي المرشحين المحتملين، يعني حتى الان الباب لسه ما اتفتحش، يتفتح يوم السبت، حوالي 52 شخص، يمكن اعرف منهم 7-8، الباقي كله شخصيات عمرنا ما سمعنا عنهم. حضرتك شايف انه معركه الرئاسه القادمه هتبقى عامله ازاي؟ قبل ما اتكلم على مواصفات الرئيس وما شابه، يعني هي اولا بالنسبه للعدد الكبير ده، اعتقد ان دي فرصه للبعض انه يظهر وانه هو يتعرف وانه يتعزم في وسائل الاعلام ويتكلم في التلفزيون ويدي تصريحات في الصحافه. اعتقد ان هو ده السبب بالنسبه للكثيرين، طبعا بالتاكيد مش للكل، في زي ما بتقولي حضرتك 7-8، يعني هو ايا كان الرقم، رجال عندهم خبره سياسيه وعندهم فرصه انه الشعب يختارهم. اما بالنسبه للانتخابات، انا الحقيقه معلش ليا وجهه نظر، انا كثيرا ما اتحدث ضد التيار، يعني انا اعتقد ان هذا الكلام غير منطقي على الاطلاق، لان انا دلوقتي بنتخب رئيس جمهوريه على اساس ايه؟ طبعا على اساس شخصيته وعلى لا على صلاحياته. صلاحياته ايه؟ صلاحياته ايه؟ انا ما اعرفش رئيس الجمهوريه ده هيعمل ايه؟ هتكون صلاحياته ايه؟ هتكون يعني يقدر يتخذ قرارات شكلها ايه بالنسبه للشؤون الداخليه او بالنسبه للشؤون الخارجيه؟ انا ما اعرفش، والمواطن المصري ايضا بالتاكيد لا يعرف. فانا هنتخبه على اساس ايه؟ ما هو في رئيس جمهوريه ممكن هيبقى مثلا زي في المانيا مثلا، رئيس جمهوريه مجرد، او في ايطاليا اللي هي انظمه برلمانيه او انظمه دستوريه، رئيس الجمهوريه مجرد صوره ورمز لكن ملوش سلطة فعلية. صحيح. وبالتالي يبقى انتخابه ليه معايير معينة، يبقى شخصية كويسة، شخصية محترمة، شخصية جذابة. لكن لما ننتخب رئيس جمهورية هيكون عنده صلاحيات اتخاذ قرار، دي قضية تانية ومعايير تانية ومقاييس تانية، لازم شخصية قوية، لازم شخصية عندها علاقات دولية وهكذا. فإحنا يعني أنا بقول إحنا ده كلام غير جاد بصراحة كده. ما هو طبعا أمر الله نفذ، والناس كانت بتتكلم على إنه الدستور أولا، علشان من أهم الحاجات اللي هي علاقة بالدستور، مش بس إذا كانت دولة مدنية ولا دولة دينية، أحكام ولا مبادئ، يعني الكلام اللي هنتكلم فيه في الدستور، إن إحنا بعرفين الوصف الوظيفي. لما أي حد بيتقدم لوظيفة في حاجة اسمها وصف وظيفي، بالظبط، مهامه، صلاحياته، بالظبط، مؤهلاته. يعني حضرتك قلت بالظبط كده، يعني وصف الوظيفه، لما انا مثلا حاجه الوظيفه دي عايز مهندس، فجالي دكتور عظيم جدا، اعظم دكتور في العالم، ما ينفعش. صحيح. والعكس صحيح. اذا احنا حطينا زي ما بيقولوا العربه امام الحصان، لكن زي ما بتقولي حضرتك امر ربنا نفذ، واحنا دلوقتي قدام الامر الواقع وهننتخب رئيس برضو عادي. هنعمل ايه؟ ما هو وده يخليني هبعد عن فكره الرئيس التوافقي اللي كانوا يعني اللي كانت طالعه، واللي لما شفناها في اليمن قلنا لو كده التوافقي يبقى احنا مش لاعبين اللعبه دي اكيد، ويا ربنا يبعدنا عنها. بس برضو في كلام في الكواليس انه اي مرشح هيتم التوافق عليه ما بين الاخوان المسلمين وما بين المجلس العسكري هو ده اللي هينجح. مش معناه ان هيبقى في تزوير في الانتخابات، محدش شاكك في نزاهه الانتخابات، بس الناس شاكه تزوير الإرادة، في الدعاية السلبية تجاه بعض المرشحين اللي ممكن يكونوا قادرين ينافسوا قدام الشخص اللي هم بيدعموه، أو إنهم يبتدوا يستخدموا أساليب مش يعني ما نقدرش نقول لها شريفة قوي في انتخابات زي انتخابات الرئاسة. هيك شايف إن ده اللي هيحصل؟ ما هو هقول لحضرتك، احنا دلوقتي عندنا 3 قوى أساسية هي اللي لها مكان على الساحة ولها نفوذ على الساحة، اللي هي المجلس العسكري والطيارات الإسلام السياسي وشباب الثورة أو كل من خرج في الثورة بقدر أقل. فبالتأكيد أنه إذا حصل توافق ما بين المجلس العسكري والطيارات الدينية، هذا الشخص زي ما بتقولي حضرتك من غير تزوير ممكن هتبقى فرصه أكبر كثيرا. وطبعا الصحف النهاردة في العالم، الصبح النهارده انا صحيت بدري شويه عشان ايه اكون، أيوة، مستعد لاسئلتك الصعبه دي. خالص. فلقيت بيقولوا
انه منصور حسن هو قد يكون هذا الرئيس التوفيقي، لانه على علاقه طيبه جدا من ناحيه بالمجلس العسكري ومن هو ناحيه الوفد تانية. اعلن دعمه لمنصور حسن خلاص، الوفد حزب الوفد اعلن امبارح ان هو بيدعم منصور حسن كمرشح رئاسه، والسيد احمد سيف اليزن اللي هو احمد سيف اليزن النائب بتاعه ده كان امبارح بالليل. ده عملوا بقى دستور جديد امبارح بالليل، ده ترشيح المقترح من امبارح بالليل. بس انا شفت من يومين ان الوفد قال انه هيأيد عمرو موسى. لا ده كان اقتراحات امبارح بالليل، ده المعلن بشكل رسمي يعني رسمي هيأيده منصور حسن. طب كويس عليهم. الوفد طبعا اعتقد انه خد نسبه اعتقد في حدود 6% في مجلس وبالتالي وزنه طبعا مع احترامي لهذا الحزب العريق والعظيم، لكن وزنه لا يشكل ثقل بحيث انه ممكن ينجح رئيس. لا، اللي ممكن ينجحه رئيس عشان نرجع تاني اللي بنقوله هم المجلس العسكري والتيارات الاسلاميه. طيب فكره انه لو توافق المجلس الاعلى للقوات المسلحه مع الاخوان المسلمين على رئيس، ده عمل تخوفات عند بعض الناس انه هذا الرئيس قد يكون مع انه الدوله ما تبقاش مدنيه، قد يكون في تخوفات يعني كل الناس عندها تخوفات من هيمنه الاسلام السياسي بشكل عام على الدوله، وفي علاقه زي النهارده واحنا في يوم العالمي للمراه، ناس خايفه انه حقوق المراه المكتسبه على مدار السنوات تهدر وحاجات تانية يعني. فده معناه انه احنا هيبقى عندنا بعد ما يبقى عندنا رئيس هيبقى ما زالت الثوره مكمله والرئيس مش هيبقى اخر المطاف، والامل اللي عند كثير من الناس انه اول ما يبقى عندنا رئيس خلاص بقى نهدى ونستنى لنبني الامجاد يعني. هقول لحضرتك حاجه، انا بعد يعني يوم 12 فبراير مسكت القلم، او بمعنى ادق مسكت اللابتوب، لان دلوقتي الناس بتكتب على اللابتوب. صحيح. وكتبت كتاب اسمه مستقبل مصر بعد الثوره. طبعا هو كتاب فيه اشياء كثيره جدا، بشرح ما هي الديمقراطيه، لان احنا لغايه دلوقتي ما عندناش مفهوم واضح عن ايه هي الديمقراطيه. وانا لولا ان الصدفه جعلتني اعيش 22 سنه في باريس في عاصمه فرنسا ما كنتش عرفت، لان الديمقراطيه دي ممارسه ما هيش نظريه، الديمقراطيه ممارسه. إذن بقول في هذا الكتاب باختصار شديد جدا انه احنا امامنا ما بين 10 و 15 سنه حتى تستقر الامور ويكون هناك وضع سياسي مستقر في مصر. ايه اهم معالم الديمقراطيه اللي ممكن بعد 10 سنين نقول احنا بقينا ديمقراطي، بقينا شعب ديمقراطي؟ نقول بقينا شعب ديمقراطي اليوم. الديمقراطيه ليها عناصر كثيره جدا جدا. هي زي ايه؟ كثيرة جدا. من أهمها طبعا الواضح والأساسي والجلي اللي هو الناس كلها فاكرة أن هي دي الديمقراطية، أنه الناس تروح تنتخب وتحط في صندوق الاقتراع، ده جزء من ده بداية الديمقراطية. الناس فاكرة خلاص أن ده ما دام اقترعنا واخترنا طيار أو حزب أو شخص خلاص ننحني له ويبقى فرعون تاني ويرجع حسني مبارك تاني. ما ينفعش، دي مش ديمقراطية، ده لا كلام لا علاقة له بالديمقراطية. هتلر اللي هو أكبر يعني دكتاتور وسفاح في التاريخ جي عن طريق الاختراع نزيه وحر، الناس اختارته، الألمان اختاروه، لكن أصبح دكتاتور، عمل حرير راشتاج وأعلن الدكتاتورية. فالديمقراطية زي ما بقول لحضرتك ليها عناصر كثيرة جدا جدا، منها أولا احترام الأقليات، ثانيا أن يكون حاجة اسمها checks and balances، يعني الرئيس الجمهورية ده اللي احنا اخترناه واللي هنختاره حسب الصلاحيات اللي هنشوفها ما يقدرش كده يصحى الصبح زي ما كان بيحصل في مصر في السنوات الطويلة اللي فاتت يقرر حاجة وتنفذ وتنفذ فورا، تليفون أنفذ كذا، شيل حط ما ينفعش. أوباما ما يقدرش يعمل كده، ولا ساركوزي لا يجرؤ أنه يعمل كده. ليه؟ لأنه في ناس في عناصر كثيرة جدا جدا، منها البرلمان، منها المحكمة الدستورية العليا في أمريكا، منها النقابات، منها الأحزاب المعارضة، كل دول بيشكلوا ثقل يوازي. يعني أنت لما سلطة واحدة أيا كانت تهيمن وتسيطر ده في منتهى الخطورة، وده ضد مبدأ الديمقراطية، أن سلطة واحدة أيا كانت سواء شخص أو مؤسسة تسيطر على دولة. لا، لوحدها لا، لازم يكون في حد بيوازنها ويتربص بيها، خلي بالك من كلمة يتربص بيها، يعني يشوف هي بتعمل ايه بالظبط ويا اما يوافق يا اما يرفض. يبقى في ناس صاحية وواعية بالبلدي كده، يا ناس قاعدة واعية لبعض بحيث انه ما فيش اي حد يودينا في حتة احنا مش عايزين نروح. بالظبط كده.
بما ان حضرتك قلت حاجتين ليهم علاقه جدا بالدستور ومعركه الدستور اللي احنا عايشينها، واحد انه ما ينفعش فصيل يبقى هو المسيطر او المهيمن، اتنين انه الاقليات يبقى ليهم تمثيل او يبقى ليهم طبعاً صوت. دلوقتي لجنه صياغه الدستور او لجنه المئة اللي يعني متعرف عليها بشكل دارج كده لجنه المئة، في كلام على انه لا مجلس الشعب يبقى 40% يعني 40 كرسي من اللجنه يبقى مجلس الشعب، في ناس عايزه 60، ناس عايزه 80، في ناس تقول كلها، في كلام على ان دكتور سعد الكتاتني يبقى هو رئيس اللجنه. وما بقيناش فاهمين طب ما احنا كده يبقى ليه عملنا، ليه نعمل لجنه تاسيسيه لو هي هتبقى مجلس الشعب، ما يعملوا هم الدستور وخلاص. بالظبط، احنا عندنا خلط ما بين اختيار او انتخاب مجلس الشعب والدستور، ده حاجتين مختلفتين تماما. ليه؟ لانه مجلس الشعب ده يمثل الاغلبيه على راسي طبعا الاغلبيه في لحظه معينه، بعد 4-5 سنين هتحصل انتخابات تانية وقد يتغير تماما. اما الدستور فده دستور يقعد 20-30-50 سنه، المفروض دستور دائم يضع الاسس التي تحكم بها مصر او تحكم بها اي دوله فيها دستور. تمام. فاحنا بنخلط ما بين حاجه مؤقته اللي هي البرلمان او الانتخابات البرلمانيه او المجموعه اللي موجوده النهارده، وبين حاجه مفروض دائمه اللي هي الدستور. تمام. فدلوقتي لو حصل انه لجنه صياغه الدستور بقت من مجلس الشعب او بقى جزء منها من مجلس الشعب، ده معناه ايه برضه؟ معناه انه تيار واحد موجود في البلد هو اللي هيمن وسيطر وحدد مسار مصر وحدد مستقبل شعب باكمله. مفهوم. وده ضد الديمقراطيه زي ما كنا بنتفق، كنا بنقول دول ضد احدى ركائز الديمقراطيه انه الجميع يشارك في الحكم. تمام. والمفروض يعني احنا عمالين بنسمع، اصل احنا كمان برضو حتى على مستوى الاعلاميين وعلى مستوى الناس في الشارع، الناس كلنا بقينا متلخبطين، يعني كل شويه بنسمع تصريحات مختلفه او كل شويه حد بياخدنا في سكه. بس هتكلم على تفاصيل بقى شويه داخل الدستور، وكل فصيل من الفصائل عنده مقترح للدستور. وهتكلم عن مقترح حزب النور تحديدا اللي هو شايف انه من البنود الاساسيه اللي هو مهتم انها تتغير داخل الدستور هو انه مبادئ الشريعه الاسلاميه، بدل مبادئ الشريعه تبقى احكام الشريعه الاسلاميه. تعليق حضرتك على ده ايه؟ لا، تعليقي ان احنا بندخل في طريق مظلم، يعني انا اسف ان انا اقول طريق مظلم، لانه الشعب المصري شعب مؤمن جدا، مسيحيين ومسلمين على فكره يعني بالتاكيد. انا كنت هقول كده لو اديتيني ثانيه واحده كنت قلت اوكي. المسلمين مؤمنين جدا جدا، والمسيحيين ايضا مؤمنين جدا. الشعب المصري طوال تاريخه شعب مؤمن، وهو التوحيد بدا في مصر بصوره، مش عايزين نخش في تفصيلات تاريخيه، لكن فكره التوحيد ان في اله واحد فقط ملوش لا شريك له بدات في مصر. لكن الخطوره في ايه؟ هو استغلال الدين. الانسان له طبعا انت عارفه الهويه الانسانيه هي دي اللي بتحدد المجتمع وتحدد التوجهات، وفي الاخر بتحدد السياسه، يعني قد لا تحددها مباشره لكن في النهايه هويه المجتمع هي اللي بتحدد السياسه وبالتالي بتحدد الدستور. فهناك عند اي انسان في هويه رأسية اللي هي علاقته بربنا سبحانه وتعالى، وفي هوية أفقية اللي هي علاقته بالمجتمع وبالآخرين، بالمجتمع كأفراد وكمؤسسات والمؤسسات بينه وبين بعضها. احنا بنعطي او كنا بنعطي الأولوية للهوية الرأسية على حساب الهوية الأفقية. النهاردة احنا قعدنا لمدة ايا كان تحفظاتنا على العقود الماضيه 50-60-100 سنه الماضيه من ايام عصر النهضه اللي فجرها رفاعه الطهطاوي، بدات الهويه الافقيه تاخد اهميه كبيره جدا جدا، انه لا ده انا علاقتي بالناس وعلاقتي بمؤسسات بعضها دي هي دي اللي هي اساس تلاحم وقوه المجتمع. النهارده عايزين نرجع تاني، او في تيار عايز يرجعنا تاني الى الهويه الراسيه فقط، وبالتالي العلاقات بين المؤسسات وبين الافراد هتلاقيها في حاله ايه؟ تصادم، ومش الامور مش هتمشي بهذه الصوره. احكام تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه معنى هذا ايه؟ قطع يد السارق.
رجم الزاني والزانية وهكذا الجلد. فهل الشعب المصري على استعداد أن تعود هذه الأمور التي كانت موجودة واتلغت من أكثر من 150 سنة؟ يعني الجلد اتلغى من حوالي 50 سنة فقط يعني، لكن قطع يد السارق قبل كده في القرن 19 والرجم طبعا انتهى. هل الشعب المصري على استعداد أن تعود هذه القوانين مرة أخرى؟ أنا ما أعرفش. طب وليه دولة مدنية عاملة حساسية كده عند التيار الإسلامي السياسي؟ يعني إيه مشكلة دولة مدنية؟ يعني إيه مشكلة كلمة دولة مدنية دلوقتي؟ لأنه بالنسبة لهم هم مؤمنون أنه هم يطبقون شريعة ربنا سبحانه وتعالى، وده وهم طبعا كان موجود من بعد يعني ما انتقل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. تصور الناس بعد كده الخلفاء الامويين والخلفاء العباسيين ومن بعدهم سلاطين تركيه انهم بيطبقوا الشريعه، بيطبقوا الشريعة. انت مين عشان انت مين من انت حتى تتحدث باسم الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي زي ما بقول الهويه الراسيه، انه انا واخد الهامي كله جاي من فوق من السماء من عند ربنا سبحانه وتعالى، ومليش بقى علاقه بالايه؟ بالهويه الافقيه اللي هي علاقتي بالمجتمع، بالنقابات، بالمؤسسات وهكذا. طيب ايه بقى السبه في كلمه مدنيه برضو؟ انا مش فاهمه ليه بقت سبه كده. او انت تساليهم هم بقى ما. انا عايز اعرف هل في تطور، ما في حاجه حصلت ادت انها بقت سبه؟ هو هذا التطور ان هم مقتنعين انه يجب الحكم بما انزل الله. بس ومدنيه معناها وبالتالي بالظبط كده. وبالتالي الدوله المدنيه يعني مش ترفض لكن تخرج عن إطار الشريعة في بما فهمهم هم. هذا كتبت مقال في الأهرام اسمه لا نريد وزارة للحقيقة. أيوة. كان إيه موضوع المقال؟ موضوع المقال هو في كاتب عظيم جدا اسمه جورج أورويل. أوكي. إنجليزي كتب كتاب من أخطر، هو كتب طبعا كتاب اسمه أنيمال فارم اللي هو مزرعة الحيوانات، أشهر الكتب يعني. لكن له كتاب آخر اسمه 1986 وكتبه في الأربعينات، يعني تنبأ بما سيحدث في إنجلترا، مش في بلد من الدول لا في بلده اللي هي إنجلترا. توقع أنه تأتي حكومة ديكتاتورية وتنشئ وزارة للحقيقة وشرطة للتفتيش في الضمائر، يعني شرطة تخش تفتش في ضمير البني آدم، ووزارة تقول لك هذه هي الحقيقة، أي حد يقول حاجة تانية تتقطع رقبته. فأنا بقول إحنا مش عايزين كده، إحنا هذا التيار عايز يعمل لنا كده بالظبط. هذه مفيش في السياسة، مفيش حقيقة مطلقة ومفيش حقيقة دائمة، في السياسة كل شيء نسبي. الدين مطلق، أما السياسة فهي نسبية، أنا ليا وجهة نظر، أنت ليك وجهة نظر. وواحد تالت ليه وجهة نظر، حضرتك ليه وجهة نظر، كلنا نتقدم أمام الشعب في انتخابات واللي الشعب يختاره هو الذي يحكم، هذه هي السياسة. عشان كده دايما نقول السياسة لا علاقة لها بالدين، والسياسة قد تفسد الدين في المجتمع، ومن يتصور أنه يحكم باسم الله يفسد السياسة. أنتوا كده بتفسدوا، أنتوا كده، ده يعني نفي لكنه ومضمون وجوهر السياسة، لأن السياسة هي النسبي وليس المطلق. طب حضرتك شايف احنا رايحين فين؟ قبل ما اتكلم على الإعلام، عشان عايز اتكلم عن ملف الإعلام لوحده، بس حضرتك شايف احنا كده رايحين فين بكل الكلام ده، بالدستور، بالرئاسة، بالتحالفات، بالتوافقي، يعني كل احنا رايحين فين؟ الموضوع خاص يعني، الموضوع بقى يعني. هقول لحضرتك، انا شخصيا مش متشائم خالص، بالعكس انا متفائل، لكن متفائل ايه بقى؟ على المدى البعيد او على المدى المتوسط اللي هو 10 15 سنة. انا رايي مش قبل 10 سنين عشان تستقر الهدى، بس مش هنقعد 10 سنين في حاله فوضى وفجاه نصحى الصبح نلاقي الامور لا مش العصايه السحريه دي، صح؟ لا، هي الموضوع ايه؟ تدريجي يعني، ان شاء الله كل سنه هيبقى الامور احسن وهتبقى الامور اهدى، والناس تفهم اكتر يعني ايه ديمقراطيه، ويعني ايه احنا بننتخب حد وبالتالي بنثق فيه وبنديله صلاحيات، بس مش بنديله كل الصلاحيات، لا بنديله صلاحيات معينه، رئيس الجمهورية ده بيديله صلاحيات معينة، مجلس الشعب بيديله صلاحيات معينة، وكذلك مجلس الشورى، وبالتالي بيبقى في نوع من التوازن ما بين كل هذه السلطات. طيب احنا النهاردة
وده طبيعي، انا بقول ان ده طبيعي في حاله اقدر اقول فوضى تقريبا، يعني تقريبا يعني في قرارات تتخذ وتتخذ قرارات عكسها، ادينا شفنا بتاع المنظمات الغير الحكوميه، ناخد قرار وبعدين نقول لهم لا امشوا، لا انتوا مجرمين وانتوا خونه، يا يعني نهار، ده الكلام اللي اتقال عنهم ده المفروض يتقبض عليهم، ما يعني ياخدوا اما اعدام او مؤبد، مؤبد، فجاه نقول لا خلاص يلا مع السلامه عفى اتفضلوا، الله عما سلم. اه اتفضلوا، وطبعا ويقول لك هيرجعوا، طبعا مستحيل هيرجعوا، من عشر مش رابع، من عشر مستحيلات انهم يرجعوا، اذا احنا عافينا عنهم، اذا هناك تخبط، خلينا نواجه الامور كما هي، في تخبط، هذا التخبط طبيعي جدا 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 بعد هذه الثوره اللي شكلت زلزال في تاريخ مصر. زي ما بقول برضو في كتابي اللي هو مستقبل مصر بعد الثوره، قامت ثورات كثيره في مصر، لكن الثوره دي اول ثوره من هذا النوع، اول اللي ثوره، هو ايه النوع؟ اللي هو هقول ايه؟ لحضرتك اول ثوره ضد فرعون وضد ظلم فرعون، فرعون بمعنى الحاكم المطلق. مستبد. نمسك الثورات اللي فاتت بسرعه جدا اه عشان من اتفضل. ثوره 19 كانت ضد مين؟ ضد الانجليز، مستعمر الاجنبي المستعمر الاجنبي من اجل الاستقلال. ثوره عرابي كانت من اجل انه الاتراك والشراكسه كانوا بيسيطروا على الجيش، كان مجرد عرابي مع الضباط بيطالبوا المساواه بالاتراك والشراكسه، لكن عمر عرابي ما طالب بشيل الخديوي، كان ساعتها الخديوي توفيق. ثوره 19 عمرها ما طالبت انه فؤاد يتشال، الملك او كان ساعتها كان السلطان فؤاد، اصبح بعد كده سنه 23 اصبح الملك فؤاد، ساعتها مش مشكله، كان الحاكم، عمر ما حد سنه 19 طالب فؤاد السلطان انه يترك الحكم خالص، ولذا فؤاد وقت الثوره عمل ايه؟ اتجوز وعمل فرح جميل جدا عادي، ولا جدا، كان في اتجوز حاجه. لك لانه عارف ان الثوره دي مش ضده، ضد الانجليز. الثوره 25 يناير دي لا، دي كانت ضد الحاكم وتطالب بخلع الحاكم وشيل الحاكم، لأول مرة في تاريخ مصر يقوم الشعب كله بثورة لخلع الحاكم. إذا ده زلزال، وهذا الزلزال يجب أن تكون له تبعات، ولازم تكون فيها، يعني إحنا لسه مهزوز، المجتمع مهزوز وده طبيعي، واللخبطة اللي إحنا فيها دي طبيعية إلى حد بعيد، لكن أتمنى إن إحنا نتخذ الخطوات علشان نخرج من هذا النفق ويبقى فيه استقرار ويبقى في شيء واضح قدام الشعب، لانه زي ما قلت لحضرتك الامور مش واضحه، يعني رايح انتخب رئيس جمهوريه وانا مش عارف صلاحياته ايه، ولا هو رشح نفسه عارف هيعمل ايه يعني. وبعدين بصراحه بقى رئيس الجمهوريه ده اللي هننتخبه بعد شهرين، انت عارف الرئيس في امريكا هينتخب في نوفمبر الجاي، بيحضروا عارفه بقالهم بقالهم قد ايه عاملين حملات انتخابيه؟ بقالهم حوالي 5 6 اشهر، يعني حوالي سنه حملات انتخابيه. فرنسا نفس الحكايه، فرنسا الانتخابات في مايو الجاي، هتكون بين اساسا بين ساركوزي وفرانسوا اولاند بتاع الحزب الاشتراكي، بقالهم شهور داخلين في صولات حملات وجولات انتخابيه وكل واحد بيقدم البرنامج بتاعه. حضرتك تعرفي برنامج المرشحين ايه؟ لا يعني ايه لا ما لسه ما تعرفي؟ وصلناش المرحله دي. انا لو ما سمحت يا اعرفوش، استاذ شريف من فضلك ما تلخبطناش اكتر من كده، احنا انا اتنين ما رئيس هنروح نختاره وخلاص. ولا برنامج ولا كلام من ما هو هنختاره يعني مش على مهم. اساس ايه؟ مش شعره مهم مثلا كده. عينيه خضره مثلا طويل، اه على ما هو في معيار نختاره بيه، زي نختاره ليه؟ نختاره على اساس ايه؟ ما انا برضو نعرفش. بتساءل، هم نفسهم المرشحين بتوع الرئاسه لما رشحوا نفسهم، هم رشحوا نفسهم لمنصب ايه؟ ما انا برضو مش فاهمه، ما هو ده وده السؤال. تساؤل عندي عندهم اكتر ما يكون عند الشعب. طب احنا انا بتكلم عن نفسي، انا جاهله. طب هو الرئيس المفروض ان هو شخص يعني مثقف وواعي وبيرشح نفسه لمنصب مهم، هو نفسه مرشح نفسه على اساس ايه؟ ما هو مرشح نفسه على امل انه يظل الرئيس له صلاحيات كبيره كما كان في الماضي. صحيح. طيب قبل ما نمشي محتاجه اتكلم مع حضرتك عن الاعلام، احنا نمشي نروح فين؟ قبل ما نخلص فقرتنا عشان حاضر. وقتنا يعني. حلو. الاعلام في مبادرات كثيره ليها علاقه باستقلال الاعلام، باعاده هيكله الاعلام، الاعلام بمؤسساته الحكوميه، انا بتكلم ما بتكلمش على الاعلام الخاص طبعا، اذا كانت حد اذاعه تلفزيون، اذا كانت الجرايد القوميه، كل في مبادرات كثيره منها انه يتم خصخصه، في ناس بتقول انه يتم اعاده هيكله وتفضل تابعه للدوله بس بمعايير مختلفه، في ناس شايفه انه يتم تقليص العماله، ويعني هيك شايف الحل للاعلام في ظل الأعداد الكبيرة، في ظل كم المؤسسات التابعة للدولة وسلطة الدولة وهيمنة السياسات الدولة يعني على ما يقال في هذه الوسائط الإعلامية؟
هقول لحضرتك حاجة، أنا شخصيا من المؤمنين أنه يجب أن يكون هناك إعلام، يعني مش عايز أقول رسمي أو تابع للحكومة، لكن إعلام ممول من الدولة. تمام. أنا مؤمن بهذا. بس مش 17,000 قناة و15,000 راديو بالتأكيد وكده. لا، بالتأكيد لا، ما خليني أحط الضوابط بقى. اتفضل. أولا يكون في يعني غالبية القنوات تكون قنوات خاصة. صحيح. أما القنوات اللي هي ممولة من الدولة لأسباب كثيرة يمكن يطول شرحها، لأنه باختصار شديد يعني القنوات الخاصة دايما بتسعى إلى إيه؟ بتسعى إلى الربح المباشر، بتسعى إلى إرضاء المتفرج. المتفرج عايز مثلا أي حاجة، كورة مثلا هنجيب له كورة، المتفرج عايز الشيوخ اللي أو شخص بيفسر الأحلام هنجيب له مفسر الأحلام يقول له التعبان هو ظهر لك بيزنس. اه بيزنس. ايه الفرق بقى بين ده وبين الاعلام الممول؟ الاعلام الممول من الدوله لا، ده بيفكر في النوعيه الراقيه اكتر من الاعلام اللي هو لا يفكر الا في الربح. اذا انا من المؤمنين شخصيا ان امريكا اكتر من امريكا، امريكا تكره جدا اي شيء غير هم عايزين يخصخصوا كل حاجه. يعني هم لو عليهم يخصخصوا رئيس الجمهوريه يبقى قطاع خاص. لكن عملت ايه امريكا؟ كل القنوات التلفزيون الامريكيه كانت خاصه لغايه من حوالي 5 6 سنين بدا يبقى في قنوات مموله من الدوله زي بي بي اس مثلا، ولها ولها لها بقى ليها وزن دلوقتي على الخريطه الاعلاميه الامريكيه. فرنسا فيها قناتين او ثلاثه او اربعه، مملوكين للدوله، ثلاثه او اربعه مش متاكد، مملوكه للدوله وهكذا. انت ما تقدريش تسيبي الاعلام للقنوات الخاصه فقط، لانه هيجري زي ما بيقول ورا رغبات الجمهور، في حين ان الاعلام له رساله اكبر من هذا بكثير. تمام. بس في نفس الوقت يبقى في ميثاق للعمل، او يبقى في ضوابط تخلي انه هذا الاعلام الحكومي لا يستخدم بس كصوت الحكومه، لانه كان بيستخدم الناس قلقانه من فكره اعلام الدوله، لانه اذا كان جرايد او تلفزيون او راديو يعني انه بيستخدم بس لتوجيه الشعب للرساله الخاصه بالدوله. والناس وتغيير. عندها الناس عندهم حق 100%. وانا كتبت وقلت اكتر من مره، وكتبت حتى ايام يعني انا فاكر لما حصل موضوع الجزائر ده، ماتش الجزائر، مصر مصر والجزائر يعني في السودان، انا كتبت مقال وخست عليه يعني انه ايه اللي بيعملوا الاعلام ده، ايه عمليه ده كان التهييج خاص والتحريض، حكومي وكله كارثه كارثه. الاعلام في ال30 سنة اللي فاتت لعب دور كارثي بصراحه شديده جدا جدا، والاعلام مسؤول مسؤوليه كبيره جدا جدا، ليست كامله طبعا لكن كبيره جدا جدا عما وصلنا اليه، خاصه من تغييب العقل. يعني حصلت عملية تغييب العقل، فالإعلام يجب أن يعاد النظر فيه. وزي ما بتقولي حضرتك أنه يعني طب ما هو الإعلام اللي زي ما بقول القنوات اللي في فرنسا ولا في أمريكا دي ممولة من الدولة، هل هي بوق الدولة؟ طبعا لا. وبعدين هناك مفهوم الدولة مختلف، هنا مفهوم الدولة رئيس الجمهورية، هناك لا، الدولة لها مفهوم مختلف. الدولة هي مؤسسة الدولة، لها مصالح أكبر بكتير من الحكم الحالي، من المنتخب حاليا. انتخبنا رئيس النهارده، هذا الرئيس لا ليس الدوله. طيب. هو رمز للدوله الان لكن ليس رمز دائم للدوله. الاعلامي والكاتب استاذ شريف الشباشي، شكرا على وجودك معانا النهارده، وكان نفسي نقعد اكتر من كده بس هنكمل احنا كلامنا بقى ممكن بعد اذنك. شكرا، ربنا يخليك. شكرا. لسه مكملين فقراتنا في نهارك سعيد، خليكم معانا بعد الفاصل.